السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشتركين متجر اي بي ستور. اليوم بعلمكم طريقة رفع الملفات وتثبيت التطبيقات من خارج المتجر. طبعا نروح ننسخ الرابط، بحط لكم كل شيء في الوصف. تروح على رفع الملفات في المتجر، تسوي لصق تحديد الكل، لصق، اضغط هنا للتحميل. هيطلع لكم رابط والتطبيقات اللي تحتاجونها. مثلا انا بثبت البرنامج هذا، مثلا اروح على مور، اضغط على داونلود اي بي. ننتظر الان حتى يتم تحميل التطبيق. تم حفظ الملف، تروح على اللي فوق الخانة، ثم تروح على التطبيق هذا هو، تسوي تحميل وتوقيع. ننتظر التحميل والتوقيع للتطبيق. اهم شيء حجم التطبيق ما يتعدى 120 ميجا بايت. للباقة البريميوم مفتوح. انتظر الآن. تم الانتهاء من التحميل، يرجع انتظار للتوقيع. ننتظر عدة دقائق. حتى يتم تثبيت التطبيق، توقيع التطبيق وتثبيته. الآن Ubuntu داونلود تثبيت، هذا هو التطبيق قاعد يثبت بدون أي مشاكل. هذا هو التطبيق يعمل بدون أي مشاكل وتم تثبيته. حبيت أوضح الشرح فقط لا غير. يعطيكم العافية، تصبحون على خير.